بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راح نتكلم إن شاء الله بإذن الله عن التكست أريا. والتكست أريا بمنتهى البساطة مساحة بتتيح للفيزيتورز بتوع الويب سايت بتاعك إن هم يكتبوا فيها. أنا هنفرضها جدلا على نفس السيناريو، أنا شغال على 12 كرومز. أنا ما عنديش مشكلة في إني أعمل فورمين جنب بعض أو أنظمهم زي ما أنا عايز طالما فهمت القصة بتاعت الجريد ماشية إزاي. كاتب أنا في ليبل تايب هير يور فيفوريت بوكس، وبعد منها أبتدي أكتب وأسمى التكست أريا بتاعي. ولو الناس تاخد بالها ان واسم التكست اريا واسم فويد واسم زوجي، يعني بيحتاج بداية ونهاية. طيب كده تكست اريا، تكست اريا يعني انا مش ممكن ما اكتبش فيها حاجة، هي جوست بس كده بتدرج لي التكست اريا، بس ممكن استخدم معها خاصية بليس هولدر برضو لو الناس كانت محتاجة انها تقول له قيمة معينة. في الغالب في البليس هولدر فيها لو انا كنت محتاج اقول له اسم كتاب مثلا، زي الامثلة اللي احنا كنا عملناها فوق. لكن في قيمة من ضمن القيم الافتراضي انها رمز، هي مش عايزة اكتب فيها حاجة، انا عايز التكست اريا دي تكون فاضية بس مش اكتر. لو انا عملت ريلود الاقي ان المساحة بتاعتي القيمة اللي انت كنت كاتبها او انت مش عايز تظهر فيها حاجة، يعني المساحة يبقى نون. طب اوكي، انت لو مش عايز فيها حاجه خلاص امسحها، المعلومه كانت لو انت هو كده انت ممكن ما تشيل اساسا القصه بتاعت البليس هولدر. انا اسف، المشكله كانت عندي انا، الغلطه من عندي انا. انت لو مش عايز تكتب فيها حاجه ما تكتبش فيها حاجه. شوف ده المساحه بتاعت التكست اريا. الفرق طبعا ما بينها وما بين الباقي انها ستريتشبل في الجانب ده، ممكن تكتب العدد اللي انت عايزه مسأل من السطور. طبعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.